بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم إخواني أخواتي في هذا التمرين حول حساب دالة المشتقة لدالة الجدر من الرتبة آن أو لدالة بأس جدري. إذن أول شيء خصنا نعرفه هو أنه هذه الكتابة هذه يمكن كتابتها، ولكن عندك إي أس آر متفقين أس آر، هذا آر عدد جدري هو أعلى بي مثلا، هذه تقدر تكتبها هي بي جدر مربع اي اس ار، هذه هي هذه متفقين، يعني هاد اكس اس 4 ناقص 2 اكس اس 2 ناقص 6 اس 1 على 4 نقدر نكتبها هي 4 جدر مربع اكس اس 4 ناقص 2 اكس اس 2 ناقص 6 اس 1، يعني صافي تبقى هكا صحيح، يعني هذه وهذه بحال بحال، ولكن ملي بغينا نحسب الاشتقاق هاد الكتابة احسن من هذه، لان كنعرفوا ان اي كل بسهولة هذه ديجا كنا كنعرفوا بحالها اي اس ار، اذا كان هذا ار عدد جذري فتحه اشتقاق تاعها هو ار اي فتحه اي اس ار ناقص واحد، ديجا عارفين هاد السبعه هذه متفقين، اذا غنمسح هاد الشيء هذا وغنخدمو نحسبو الاشتقاق، الوغ نحسبو الاشتقاق نتاع اف لاكس فتحه لاكس تساوي اكس اس 4 ناقص 2 اكس اس 2 ناقص 6 اس 1 على 4 الكل فتحه، اذا واش متساوي ار هي 1 على 4 اشتقاق تاع هذا اللي دخل، ما عارفين بلا ما نضيعوا الوقت، اشتقاق تاع هذا اللي دخل اولا نكتبوا الصيغه، اولا عاد نكتبوا الاشتقاق ناقص 2 اكس اس 2 ناقص 6 فتحه في اكس اس 4 ناقص 2 اكس اس 2 ناقص 6 اس 1 على 4 ناقص 1 ار ناقص 1 متفقين، اذا شنو تساوي 1 على 4 اشتقاق تاع هذه 4 اكس اس 3 2 4 اكس الوغ في هذه هي اكس اس 4 ناقص 2 اكس اس 2 ناقص 6 الكل اس 1 على 4 ناقص 1 هي ناقص 3 على 4 اذا تساوي 1 على 4 ولا نديرو ديريكت كومو هكا الفوق 1 في هذه دونك 4 اكس اس 3 ناقص 4 اكس على اكس اس 4 ناقص 2 اكس اس 2 ناقص 6 دونك اس ناقص 3 على 4 كتولي تحت تولي اس 3 على 4 ويستحسن ملي دابا الا بغيت نخليها كنخليها هكا مزيان، ولكن يستحسن انه مثلا الا بغيت الا كنت باغي نحسب يعني ندرس جدول التغيرات ولا ندير جدول التغيرات عفوا الاحسن نعملها دونك هادي اللي عملناها نعملو ب 4 اكس شنو تبقى؟ انا تبقى اكس اس 2 ناقص 1 على وهادي نرجعو للاصل دونك اس 3 على 4 يعني هي 4 جدر مربع ولا بغيت نخليها هكا نخليها ما كان حتى مشكل اكس اس 4 ناقص 2 اكس اس 2 ناقص 6 الكل اس 3 متفقين تساوي اذا نقدر نزيد نعمل نقدر نخليها هكا دونك هذه هي اكس ناقص 1 اكس زائد 1 خذ راحتك المهم الا كنت باغي دير جدول التغيرات من الاحسن تعمل لان باش تعرف جدول الاشارات بسهوله متفقين دونك صافي حسبنا اشتقاق نمشيو عند جي فتحه لاكس جي فتحه لاكس تساوي هي اشتقاق 3 جدر مربع اكس عفوا 3 اكس اس 2 ناقص 6 اكس زائد 2 اشتقاق تاعها هذه نقدر ندير اشتقاق ديريكت ولكن باش ما نكثرش عليكم القواعد دوخو نحسبها اشتقاق ديري يعني حولها بحال هذا الشكل ونحسبها اشتقاق ديريكت يعني هذه هي 3 اكس اس 2 ناقص 6 اكس زائد 2 اس 1 على 3 هذه اس 1 على 3 اس 1 على 3 تاعها علاش رجعتها اس جدري باش نسهل على راسي الحساب ديال الاشتقاق ان الاغلبيه كتلفلو ديك القاعده نتاع اشتقاق ديريكت ان جدر اي اشتقاق ديريكت كتلفلو الاغلبيه الا بغيتها راه مكتوبه واجده يعني بلا ما تصدع راسك دونك 1 على 3 اشتقاق نتاع هذا اللي داخل ناقص 6 اكس زائد 2 فتحه في هذا اللي هاد اي 3 اكس اس 2 ناقص 6 اكس زائد 2 اس ار هي 1 على 3 ناقص 1 صحيح تساوي دونك نديرو الاشتقاق الفوق شنو نلقاو 6 اكس ناقص 6 على 3 6 اكس ناقص 6 على 3 في اشتقاق هذه عفوا شنو غتساوي 3 اكس اس 2 ناقص 6 اكس زائد 2 الكل اس 1 على 3 ناقص 1 هي ناقص 2 على 3 نهبطوها لتحت تولي 2 على 3 يعني هنا نعمل ب 6 ونختزل مع 3 تبقى 2 اكس ناقص 2 يعني تبقى 2 اكس ناقص 2 في 3 اكس اس 2 ناقص 6 اكس زائد 2 اس ونعوضوها لتحت باش تولي لنا الاس
موجب. دونك 3 اكس زدنا ناقص 3 اكس زائد 2 اس 2 على 3 لان عودنا على تحت دونك تولي الاس موجب. او نعمل الفوق بجوج اكس ناقص 1 على هنا هي 3 بتخليها هكا كان مشكل ولكن نرجعها بحال هكا 3 3 اكس زدنا ناقص 3 اكس زائد 2 يكون الاس 2 يعني هذا اللي تحت كنديرو هنا وهذا كنديرو اس تقريبا. دونك هذا هو الاشتقاق تاع الجي والاشتقاق تاع اش بنفس الشيء نقدر نديرو الاشتقاق تاع جي دال اي ديريكتومون عارفين جي دال اي شنو الاشتقاق تاعها هذيك هذه حتى هي كنا عارفينها هي يفتحها على جوج جي دال اي ديريكتومون ياك ونقدروا نرجعوها اس جي دال اي ونخدموا دونك نخدموا كيما خدمنا ونخدموا بهذه الطريقه بجوج طرق اش فتح على اكس تساوي جدر مربع 4 اكس سيدنا ناقص 2 اكس زائد 4 فتحة وهذه هي 4 اكس سيدنا ناقص 2 اكس زائد 4 وملي ما كيكون والو هنا يعني 2 يعني اس 1 على 2 لان جي دال اي هي اي اس 1 على 2 ملي ما يكون والو يعني 2 متفقين اولا هي 2 جي دال اي جي دال اي هي 2 جي دال اي دونك هي اي اس 1 على 2 الو الاشتقاق ممكن تساوي 1 على 2 في الاشتقاق نتاعها ديال الفوق دونك 4 في 2 8 اكس نديرو ديريكت 8 اكس ناقص 2 الوغ في الاشتقاق تاع عفوا في هذه 4 اكس وزدنا ناقص 2 اكس زائد 4 اس 1 على 2 ناقص 1 هي ناقص 1 على 2 ديريكت لان اي ناقص بي, بي ناقص 1 ولا ار ناقص 1 الوغ نعملو بزوج ونختزلو بها تبقى لنا 4 اكس ناقص 1 ونعودو هذه لتحت تولي لنا 4 اكس وزدنا ناقص 2 اكس زائد 4 اس ناقص 1 تولي 1 على 2 وهذيك هي جدر يعني تساوي 4 اكس ناقص 1 على 2 جدر 4 اكس وزدنا ناقص 2 اكس زائد 4 ونقدر ديريكتومون نستعمل هذه الخاصية هذه وغنستعملها ونشوف الوغ اش فتحة على اكس هي اشتقاق تاع داك اللي داخل يفتحها يعني 4 اكس وزدنا ناقص 2 اكس زائد 4 فتحة على 2 جدر مربع 4 اكس وزدنا ناقص 2 اكس زائد 4 ولكن هذه ما يكونش الاشتقاق ديال هذه 8 اكس ناقص 2 على 2 جدر مربع 4 اكس وزدنا ناقص 2 اكس زائد 4 نعمل بزوج الفوق ونختزل مع 2 تبقى لنا 4 اكس ناقص 1 على جدر مربع 4 اكس وزدنا ناقص 2 اكس زائد 4 دونك هي نفسها غير هنا بالطريقه اللي ولفنا نخدمو بها وهنا بالطريقه القديمه اللي معروفه ولكن هذه بالنسبه غير جدر مربع الا كان جدر مكعب عندنا خاصيه اخرى الله يوفق تلقوا فيديو اخر ان شاء الله.